تحياتي لكم. خلينا نعمل مقارنة سريعة بين المشروبات الغازية بيبسي كولا وبين عصير المياه مع الليمون مع النعنع. أول شيء المكونات وكيف طريقة العمل. طبعاً المكونات وطريقة العمل تاعت المشروبات الغازية أو الرسوبي هاي السرية في المواد اللي موجودة منها اللي بتعطيك أديكشن وإنه تكون مدمن على هذه المشروبات. بس من أهم مكونات عندنا حامض الفوسفوريك اللي هو سيء جدا لهشاشة العظام وبضيب العظام وبيعمل تكلسات بشكل كبير. بالمقارنة في عندنا الليمون وحمض الليمون اللي بيشيل التكلسات وخصوصا اللي ممكن تحصل في الكلى أو مشاكل النقرس وبنظف الكلاوي وكويس كتير كغسيل للكبد وللكلى إن نأخذ ليمون باستمرار. في عندنا سكر كتير موجود في الكولا والبيبسي. نسبة السكر يعني في كل كاسة أو كل علبة بيبسي في عنا تقريبا 12 ملعقة من 6 إلى 12 ملعقة من السكريات. يعني هذه السكريات بدها تدخل على جسمك، الجسم مش هيقدر يهضمها ولا هيقدر يفتتها، هتروح من الكولون للدورة الدموية. الدورة الدموية وين بده يوديها؟ بده يوديها على الكبد. الكبد لا حول له ولا قوة في تكسير هذه السكريات. فشو الكبد بيقدر يسوي؟ بيقدرش يخرجها عن طريق البول لأنها ذابت وصارت شحوم، فبتم تخزينها في الكبد. وإذا تم تخزينها في الكبد هالسموم هذه بتؤدي لتليفات، وإذا صار في زيادة للتليفات بعد 10 سنين 20 سنة بنصير نحكي عن فشل في عمل الكبد، ولسه هي بتضلها موجودة على الكبد وبتضلها طالعة على الدماغ. بتعمل عملها في الدماغ من ناحية أول شيء النتيجة تاعتها بالنسبة للدماغ السكريات هذه والبيبسي والكولا، النتيجة السريعة طبعا منعشة، بتخلينا نشعر في طاقة، بتعطينا سرعة في التفكير لأنه فيها كافيين وفيها سكريات وفيها مواد تانية. بس بعد نص ساعة بروح مفعولها وبتنهك الجهاز العصبي وبتنهك جهاز المناعة. جهاز المناعة بتخفض من قدرة جهاز المناعة 4-5 ساعات لمقدار النصف بعد ما نشرب لنا كاسة الكولا. بس بالنسبة للليمون يعني هذه بتعطينا فيتامين سي، فيتامين سي بحافظ لنا على بيرفع لنا المناعة ضد البكتيريا. فيتامين سي ضروري جدا لعملية بناء الخلايا التالفة في الجسم، سواء في الكبد سواء في الكلى سواء في الأمعاء سواء في الكولون سواء الخلايا العصبية سواء في الدماغ ضد السموم. يعني اي واحد بحط شوية ليمون او بشم ليمون، هاي الروائح العطرية تاعت الليمون تبعث على استرخاء لانها بتعمل على عملية افراز الهرمونات الجيدة، هرمونات السيروتونين، هرمونات السعادة. واذا بدك تنام بسرعة قبل ما تنام بساعة بتشرب لك كاسة ليمون بنعناع، هذا بيسرع من افراز الميلاتونين وبتروح في نومة هادية عميقة. مادة الكافيين اللي موجودة في البيبسي والكولا هاي المادة اللي بتعطيك تحفيز وبتعطيك انك تصحى لمدة نص ساعة ساعة، بس بعدها هذا بيمنع خلايا الدماغ انها تتواصل مع بعضها، بيمنع خلايا الدماغ والغدد اللي موجودة على افراز الميلاتونين. يعني عشان هيك الكافيين بيخليكش تحس في التعب وبصحصحك، بس هذا التعب ضروري جدا لعملية النوم. بدون تعب وبدون الإفرازات هذه اللي الدماغ بيفرزها بعد الجهد العصبي أو الجهد البدني أو الجهد الحركي، بدونها ما بتم إفراز الميلاتونين. فإحنا إذا شربنا الكافيين إحنا بنعمل بلوك لهذه المواد إنها توصل للدماغ، وفي هاي الحالة الدماغ بيضل مستيقظ. فعشان هيك بطلوها لأنكم مش حيصير عندكم مشاكل في النوم، وإذا ما قدرنا ننام هاي مشكلة كبيرة. المشروبات الغازية الكولا هاي مشروبات مضرة للبول بما في إنه فيها سكر كتير، فبتعمل على عملية إجهاد كبير لعمل الكلى وعمل الجهاز الهضمي، لأنه بدنا نصرفها ومش عارفين كيف نصرفها، وهذا بيجهد الكلى وبيؤدي ل المدى البعيد لمشاكل فشل كلوي من المشروبات الغازية والكولا.
بينما عكس المياه اللي بتعمل عملية تنظيفات ديتوكس مع الليمون مع النعنع توسيعات كويسة للقلب كويسة للأوعية الدموية بشكل كبير، المغص الغازات كله بخف، مشاكل الإمساك مي ليمون نعنع. إذا بدكم تضيفوا كمان نص ملعقة من العسل انتو هيك بتكون حصلتوا على فائدة كويسة. خدوها مع تلج بتنعنشوا، خدوها ساخنة بتنحفوا، خدوها يعني نقع كنقع كغسيل للوجه، كمان انتو بتنظفوا الجلد في نفس المياه بتنقعوا جريكم فيها مع لما نسخنها، كمان هذا بخفف الألام بشكل كبير وسريع. غير هيك الكولا والمشروبات الغازية كلها فيها الملونات، هذه الملونات اللي بتعطيها اللون الحلو، هذه اللي هي مواد مسرطنة وبالإجماع هذه مواد بتأدي للسرطانات، عشان نأخذها بلونها الكويس وما بقدر الجسم يمنعها. ومن هنا ما تستغربوا لما بنحكي عن ضبابية التفكير، عدم قدرة على التركيز، عدم قدرة على النوم، لأنه المصايب هذه والسموم هذه اللي هي منها معادن منها مواد بروتينات معينة الجسم مش قادر يهضمها، منها سكريات مش قادرة تنهضم، وهذه بتأثر بشكل كبير على خلايا الدماغ، وهي اللي بتخليكم تنسوا، وهي اللي بتسبب الباركنسون ديزيز والديمينشيا، وهي الأمراض اللي بنفقد الذاكرة من خلالها. إذا فقدنا الذاكرة فقدنا اللي بيعرفونا، شو ضللنا إحنا في هالحياة إذا شطبنا الذاكرة؟ وهي من الشغلات اللي بتفقد الدماغ السيطرة وبتضعف الذاكرة بشكل كبير. شكرا لكم، خليكم على الليمون والنعنع ساخن بارد أي شيء، المهم تنعنشوا وترتاحوا، وبعدوا قد ما تقدروا عن المشروبات الغازية بشكل عام، وهي أقل ما فيها سعرا، أرخص ومتوفرة، هي من حد الدار، فيش إشي من مناطق تانية، وعارف كيف صنعتها وعارف شو حاطط فيها، ولا مستعد أغيرها في أي شيء تاني مش عارف شو أصله وشو فصله. تحياتي لكم.